بون بالنسبة للقناة الكبيرة دونك احنا في الفترة النيابية نتاعي انا نعتبر الواقع هي امكانيات الدولة فهمتي، لكن احنا ساهمنا فيها فهمتي. في حكومة حبيب الصيد عملوا بالواقع باش عاونوا البلديات، قاموا بقرار على مستوى الحكومة فهمتي يدعموا في كل ولاية 3 بلديات، بلدية بخمسة مليون دينار وبلدية بثلاثة مليون دينار وبلدية بمليون دينار، بلدية صغيرة بلدية متوسطة بلدية كبيرة فهمتي. بالواقع بالوالي سي بديرة على قبل هذايا قلنا له احنا القلعة كبيرة ما مش ممكن باش تعطيونا حاجة صغيرة، دونك ما نقولوش اعطيونا خمسة مليون دينار، حاولوا اعطيونا ثلاثة مليون دينار. نشكر اللي قام بالعمل هذايا معناها وحذر الطرقات وحذر الأرضية وحذر الدوسيات اللي هو سي لطفي بن سعد فهمتي، نشكره كل الشكر لأنه في الفترة نتاع هو كان مسؤول على البلدية وعلى الأشغال، ولولا هو ممكن ما كانش يصير دونك ثم ثلاثة مليون دينار صرفوا غادي زادة على مستوى مدخل القلعة من وادي غدير عجلة وقع تعبيده معناها من جديد فهمتي بكلفة تقريب زوز مليون دينار. كيف كيف عندك لمسي 48 في مستوى القلعة وقع إعادة التعبيد نتاعه وكيف كيف بثلاثة مليون دينار، دونك نورين كيف كيف زاد مشروع بديناه احنا معناها بامكانياتنا الخاصه نتاع المؤسسه نتاعنا كان باتفاق مع السلطه وحليناه. وهو انا كان زاد بالواقع بالعاني عملته دونيسونس القلعه ما خدت شيء، واذا كان الدوله وين غايبه وكذا او احنا حاضرين فهمتي، وساهمنا فيه زاد بكميه كبيره تقريبا 500 مليون دينار في الانجاز نتاعه، وما قصرتش الدوله بعد كملت وكملت وكمل صرفوا عليه زوز مليون دينار. دونك في الفتره النيابيه نتاعي معناها على مستوى القلعه كبيره على الاقل جبنا تقريبا 10 مليون دينار طرقات وبنية تحتية في القلعة الكبيرة.